سريعا ثلاث اخبار سريعه قبل ما اخش على الصحافه. اللاعب الكبير الاسباني ماركو اسينسو نجم طبعا ريال مدريد، طبعا كلنا عارفين هذا النجم الكبير، انه عقده بينتهي في يونيو 2023. كان في مفاوضات ونادي ريال مدريد سمح او يستعد للسماح لنجمه الكبير بمغادره الفريق خلال فترات الانتقال الصيفيه المقبله. وطبعا ذكرت تقارير الاسبوع ده ان الاسباني ماركو اسينسو نجم الريال دخل في مفاوضات من فترة طويلة مع النادي الملكي بشأن تجديد التعاقد معاه اللي هينتهي زي ما قلت لحضراتكم في 2023. التقارير أشادت أو قالت إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن، وما يشير إلى إمكانية انفصال طبعا هذا النجم الكبير عن الريال، خاصة في أندية كتيرة جدا جدا، لعيب مميز لعيب صغير، أندية زي اليوفنتوس ميلان بتراقب الموقف. فأسينسيو لعيب كبير جدا كمان على مستوى البريمير ليج، الأرسنال بيبص عليه، ليفربول، على مستوى كمان الدوري الألماني بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند. أسينسيو يعني مع بداية الموسم الجاري يعني شارك في 28 مباراة بمختلف المسابقات بواقع تقريبا 1456 دقيقة، قدر يسجل 9 أهداف ويمكن قدم تمريرة حاسمة واحدة، يعني نجم كبير. ولكن زي ما بقول لحضراتكم الانتقالات الصيفيه السنه دي هتكون من العيار الثقيل جدا 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 على مستوى لعيبه كبيره. ماركو اسينسيو بيخش في هذه القائمه. طيب كنا لسه بنتكلم على برشلونه، بنتكلم على الاداء الرائع وعوده الروح للكتالوني. النهارده ديباي طبعا ممفيس ديباي لاعب برشلونه بيقول ان الصفقات مش بس الصفقات لوحدها وراء توهج برشلونه في الفترات الاخيره. نجم برشلونه قال بعد عودته طبعا لزياره الشباك خلال الفوز الكبير 4-0 على اتلتيكو بلباو امبارح طبعا ضمن منافسات الجوله 26 من الليجا، قال في تصريحات بعد الماتش ان بدا طبعا برشلونه بدا الموسم بشكل جيد، لكن الفريق كان بيعاني بشكل كبير جدا جدا على مستوى الاصابات، اصابات عديده، تغيير في الإدارة الفنية، مما أدى إلى الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين صغار السن. أضاف كمان أن برشلونة مر بمواقف صعبة كتيرة جدا جدا هذا الموسم بشكل كبير، في لعيبة جدد، لعيبة على مستوى على مستوى عالي ولكن ينقصها الخبرة، لكن هو قال كمان أن الفريق بيعود بشكل أكتر من رائع. وهو بيتكلم كمان مش على مستوى الصفقات، قال طبعا الصفقات ليها دور، لكن هو كمان بيتكلم على دور القيادة الفنية ودور الإدارة بصراحة، وكمان بيستنى الصفقات الجاية لبرشلونة مع تواجد زي ما حضراتكم عارفين برشلونة عندهم لعيبة، يعني هو ده المستقبل للكرة الأسبانية، لعيبة على مستوى عالي جدا، لعيبة صغيرة في السن، كمان بدأ تخش بعض الخبرات، بعض الانتقالات اللي أفادت طبعا برشلونه في الوقت الحالي. اوباما يانج على سبيل المثال بيأدي بشكل اكتر من رائع وبيحرز اهداف كتيره جدا. كمان الاداره الفنيه لتشافي طبعا المدير الفني لبرشلونه بيقوم بادوار اداريه على المستوى الاداري في تظبيط مستقبل برشلونه، وكمان على المستوى الفني من خلال الاداء الجيد جدا جدا. وزي ما بقول لحضراتكم يعني جماهير برشلونه ومحبي برشلونه بشكل كبير جدا متفائله بهذا الاداء الكبير. طيب عندنا ايه تاني من الاخبار بعد برشلونه؟ عندنا زي ما بقول لحضراتكم ممفيس ديباي طبعا امبارح بيجيب الهدف الرابع، يمكن فترات كبيره جدا ما كانش بيسجل، كان بيأدي بشكل كويس لكن ما كانش بيسجل، غاب فتره طويله للاصابه، لكن كمان عودته بالهدف الاحرزه امبارح اكيد كان ليه اثر ايجابي على الفريق وعلى طبعا الفتره اللي جايه وفتره ايجابيه جدا لبرشلونه. طيب هالاند طبعا لعيب نادي بروسيا دورتموند بشكل كبير جدا بعض التقارير بتقول انه يميل الى الانتقال للمان سيتي. النجم النرويجي طبعا هالاند بيفضل الانتقال الى مان سيتي الصيف اللي جاي. بيتكلم طبعا في انديه كبيره، بنتكلم على ريال مدريد، بنتكلم على برشلونه، لكن هو بيقول انا يعني تقارير بتقول ان هو بيميل ليه طبعا وجوده مع المان سيتي. وطبعا حضراتكم عارفين ان طبعا مهاجم بروسيا دورتموند عنده تحدي كبير جدا جدا في التعاقد، يمكن والاقرب مان سيتي، لان المان سيتي زي ما حضراتكم عارفين
كان عنده امال كبيره في الحصول على او التعاقد مع النجم الكبير النادي لتوتنهام هاري كين، لكن ما قدرش يتم هذه الصفقه. وبالتالي بعض النقاد وبعض المتابعين بيقولوا ان هالاند هو الصفقه القادمه للمان سيتي، خاصه انه بيلعب في نفس المركز، بيلعب في مركز راس الحربه، كمان بيلعب على الاطراف بشكل كبير جدا جدا. ومتابعه لاخبار كمان ريال مدريد، يعني الصراع على هالاند بجانب ريال مدريد، اكيد كمان ريال مدريد داخله في هذا الصراع، ولكن يمكن اداره ريال مدريد طلبت من هالاند انه مش السنه دي، يعني استنى كمان سنه في دورتموند ويكون الصيف بعد القادم هيكون متواجد في ريال مدريد. طبعا حضراتكم عارفين المبالغ الكبيره، اسعار اللعيبه، خاصه هالاند ومبابي. مبابي خلاص على اعتاب بشكل كبير جدا على اعتاب ريال مدريد، وبالتالي مبابي وهالاند صفقتين اعتقد ريال مدريد ما يقدرش يدفع الصفقتين دول في موسم واحد، وبالتالي طلب من هالاند انه يأجل او يستمر في دورتموند للسنه اللي جايه. ولكن اعتقادي الشخصي ان كمان هالاند يميل الى اللعب مع طبعا جارديولا والبريمير ليج، في وجود طبعا مان سيتي اللي بيشكل طبعا من احسن فرق على مستوى العالم، وبالتالي هالاند يميل الى الانتقال الى المان سيتي.